من اليوم ورايح بتعتبري هذا البيت بيتك خالتي محمدي. يوه أعوذ بالله، أنا بيتي ريحته خمة هيك. أنا بيتي ريحته خمة. ريحته خمة. قولي حلوة حلوة عليكم وعلى بيتكم حبيبتي، نحن بيتنا أنظف بيت من العالم، وإذا ما عجبك يا مو بطلوا يا مو عجبك هدو هدو. عاوزة بنتي امشي قدامي لشوف. بس نحنا يا خانم منعرف الأصول، وأنا ما بحب أقعد بالغرف، أنا بحب أقعد بأرض الديار. إيه بس هلأ تفضل وارتاح وجوا لبين ما جهز لكم الغداء. ينسيت قلك أنا ما بحب أكل من إيدين حدا ولا من طبخ حدا، وأنا ما بحب أطبخ إلا بمطبخي يلي حرقتوا لي يا بعدي. يعني شو بدك هلأ؟ بدي أكل من برا وجاهز. تكرم عيونك تكرم عيونك خالتي. شو تفضلتي؟ تكرم عيونك خالتي، شو بدك بجبلي؟ شو تفضلتي خانم؟ شو تفضلتي؟ يعني مثل ما قلت لك بدي أكل جاهز، بدي كباب وبدي صفيحة. الاثنين سوا؟ إيه الاثنين سوا، لأنه ابني ما بيحب الصفيحة. قولك ان شاء الله عمره ما ياكل. براسي براسي لا اقطع اللحمه وامره على سعيد الدهان شوف شو صار معه. لا 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 تمرق لعنده ابنه، ابني بيروح لعنده وهو بيقول له شو يشتغل. امرك خالتي بخاطركم. الله معك. عرفت شو بدك تقول له؟ لمين يا امو؟ قال الدهان. ايه ايه بعرف شو بدي اقول لك. بتعمل حالك رايح على الدهان، بس انت ما بتروح ولا بتقول له يصلح بيتنا. ليش يا امو؟ بدي اقرفها عيشتها ودفعها ثمن كل شيء عملته معي بحياتها. ايوه يعني بدك انا نضل قاعدين عنده؟ ايه بدنا نضل قاعدين هون، وبدي خليها تصرف مصاري الدنيا من راسها لقدمها. ايه هذا الكلام احب على قلبي. اوعك اوعك تعمل شيء يسود وشي وتخلي الناس تحكي علي ويقولوا انه انا مالي عرفانه ربيك. لا يا يامو لا، انا ما بعمل غير الشيء اللي بيبيض وشك، كل شيء بيسود وشك بهرب منه. لك انا اعمل اللي عم اقول لك عليه. خلص مثل ما بدك. ولك تركني اتفاهم معهم؟ يا مبوس ايدك، إذا ما تحملتيهم هذا اليوم رح يشرحونا هذا البيت بهذا البيت اللي حرقناه، ورح يعفسونا أنا وياكي، وأختي رح تضل لحالها، مبوس ايدك. ماشي، رح أكسر على أنفي بصلة وأتحملهم، بس وينك؟ لما يخلص بيتهم تصليح، بكرة رح تشوف شو رح أعمل فيهم. أمرك، أنت مرقي لي هذا اليوم بعدين شو بدك؟ أنا جاهز إن شاء الله يا مو. ماشي الحال. يعني ما قال لك الدهان امتى رح يبلش شغل اخي حمدي؟ ايه امبلا قال لي انه حرمته ولدت اليوم، يعني ملتهي بحرمته بالولد. الله يقومه بالسلامه. يا سبحان الله يا سبحان الله على هالصدفه، يعني ما لقيت تولد حرمته قول له اليوم، يعني شو القصه؟ طولي بالك يا ما طولي بالك، مو مشكله مليان دهانه ونجيب غيره. لا حبيبي لا، انا ما بدي الا الدهان سعيد لانه نظيف ومتقن كمان. يلوه الوه عليكي، هلأ صرتي تفهمي بالنظيف والمتقن كمان؟ ما نسيتي حالك شلون كان؟ خلص والله غير الدهان سعيد ما راح يدهن من البيت خالتي. مو تكرم عيوني. ها اجت اللحمة والسفيحة على اذنكم. ايه شير شباك شاحتنا من هالباب. روح الهي الهي بيربى بعزك وبدلالك يا رب تجيب 10 غيره بيملوا الحاره كلها. مينو ها؟ ابنك. ابني انا؟ ما عندي اولاد. شلون ما عندك اولاد؟ مو من كم يوم ولدت مرتك؟ يا بشير ما بدها تحمل المراه حتى تولد. يعني مرتك ما رح تحمل على ولدانه؟ اعوذ بالله، شو هالحكي يا بشير؟ يعني حمدي من كم يوم ما اجى لعندك وقال لك تعال دهن لي البيت، قلت له اليوم ولاده مرتي. بشير مشان الله لا تطير العلي، لا شفت حمدي ولا شفت البيت ولا لي خبر بالدهان، شو هالحكي عم تحكي انت؟ ايوه شو بقى؟ تعال لك سايتا. لا حول ولا قوة. لك وين جاحتك؟ يقبرني يا رب الجمال. خلص بقى هلا بتجي امي. لك انا منعنا دايب دايب، لك انا دايب رايح فيي على الاخر.
ما بتجي انا سري باتع امي لا بتجي بتشوفنا هون كبرني الله انا لك شو يدو الشكل عندي لك فرشي من عيوني كلا بتجي ما بتشوفني شو عم تعملي ولي على قامتك يا قليل الشرف يا واطي اللي ما فيك ناموس امي شو عم تعمل انت وبنتي هون شو عم تعمل امي شو اللي طول بالك شو عليك قاعد ببيتي وعم بتطلع على عرضي لا والله فهماني الموضوع غلط فهمينا فادية فهمينا شو القصة شو لك فهمينا انا كان في فارة بأوضتي فناديت له لحمني حتى يقتلها هي القصة كلها مضبوط حاجة كذب معك صدق بنوم انت واحد كذاب رح اقول لك ليش انت اليوم سعيد الدهان رحت لعنده قال مرته شو حامل بدها تولد وكل اهل الحارة قالوا مرته مع ولدي انت واحد كذاب لا كلمتين طول بالك بس شو طول بالك هن كلمتين عملنا بدال الدهان رح اجي تعاني شرب قدامي حدا كذب وانت حسابك ارجع يا واطية ماشي الحال وانت شو عم تعملي هون يلا فوتي انقلي على اوضتك يلا ولك الله يخلصني منكم عن قريب بجاه محمد الحبيب يا مو انا سايرتك كثير وساويت كل شيء بدك اياها وما انت مساكت هلا صار لازم انت تردي لي اياها ايه يعني شو بدك بدي اخطب فادية والله اذا بتطلع عيونك بالطول وبالعرض ما رح ناسب امها المدودة خلاص انت لا تناسبيها مثل ما بدك أنا رح أخطفها للبنت وأنت علاقي بالمشاكل لحالك يو يخرب بيتك على هالعملة ليك يا مو يا إما بتخطبي لي إياها يا إما وأنا بيشرفني أطلب إيد أختك فادية لأبني حمدي شو قلت؟ والله يا خالتي أنا بتشرف بس يعني لازم أخذ رأي البنت إيه خذ رأيها واسألها إيه بالإذن خد راحتك أهم من رأي البنات أمه السماوية اطلع قد وقدود لا تخاف نجوم السماء أقرب لهم من إنهم يطولوا ضفر من أظافير بنتي الوحيدة اللي مدللة مثل ما بدي معناتها رح أخبر الجماعة إنه ما له موافقة لا أخي أنا موافقة عم تكسري كلامي ولا مفعوصها؟ لك يا مو ما عم بكسر كلامك بس اخي سالني وانا جاوبته وانا مالي موافقه على هالجوازه يا مو انت ما بتحبي امه بتضلي تتخانقي انت وياها مشان هيك ما بدك تجوزينا إيه لا مو لاني ما بحبها لامه ليش لكان لانه هذا الزلمه عديم الفائده هذا ما رح يقدر يصرف عليكي وعيشك عيشه منيحه ايه بس الامانه يا مو الزلمه شغير ويطالع مصاري الواحد يحكي ضميره طيب قلن لكان إذا بيقدروا يحطوا لمقدم ومؤخر 20 ذهبة ويلبسوها كردان ذهب نحنا موافقين هيك قلن يا مو؟ إيه هيك قلن إيه مثل ما بدي يا مو أنت حطيتي هاي الشروط لأنه بتعرفي ما بيقدر ينفذها إيه وهو هيك يا مو هاي كردان الذهب وهي حجة أرض ليش نحن عنا أرض يا مو؟ إيه يا مو عنا بس أنا ما قلت لك عليها مشان ما تتصرف فيها وتستفاد منها بعد ما أموت الله يطول بعمرك يا مو لا تحكي هيك الله يرضى عليك بتروح بتبيع الأرض وأنا بروح بخطب لك فادية وبدي طق قلبها لبشيرة لك الله يطول بعمرك يا مو الله يرضى عليك يلا أخذهم معي الهدوم إيه خذهم يا مو يلا يلا وهي العشرين ذهبة والكردان الذهب مثل ما طلبتي بالضبط أكيد سرقتوهم أوعي تحكي هذا الكلام نحن ناس شبعانين وما منمد إيدنا على مصاري غيرنا لكن منين جبتوهم الله الرزاق لا إله إلا الله الله الرزاق يا مو شو؟ استبينا؟ استبينا قولي على عيونك استبينا يا مو قوم جيب الشيخ
يلا لك يلا. لا